اصلا احنا في عنا مهمة القيادة ولازم ننفذها بسرعة. ايه شو هي؟ اسمع، بدنا دم طفل مسيحي قبل الفصح مشان الفطير. ما تعصر دماغك كتير. جوزيف ابن إلين جارتكم. جوزيف؟ طب ليش جوزيف بالذات يعني؟ بعدين فهمك. نفذ أولا. نتان تأخر كتير فعلا. أنا بلشت أقلق. إذا حدا شك بنلغي العملية وبنخلي نتان يقول إنه جاب جوزيف لعندك لهون مجرد مشوار. شالوم. شالوم. حدا شافكم؟ لا. متأكد؟ طبعا. معناتها خلينا نبدأ فورا. نتان بدي روح على البيت. تكرم حبيبي، بعد شوي منروح. لا تخاف جوزيف، لا تخاف حبيبي. ناتان رجعني. لا تخاف حبيبي، لا تخاف. سلام. فصح مجيد. فصح مجيد. هلا ما غلط تعمل فصح بدون ما تدعو حاخام؟ معلش حاخام، انت بتعرفني انا مالي متدين، مشان هيك انا عم دور عليك. حبيت ذوقك فطير الفصح المقدس، بلكي بترجع لدينك. معلش شكرا ما بدي. لا لا لازم تاكلها، اذا مو مشاني مشان الرب. شكرا. كيف شفتها؟ ما طيبه؟ عادي مثل الفطاير الدنيا. لا لا تغلط، هي ألذ وأقدس لأنه معجون بدم نقي، دم جوزيف.